الناس ما كياكلوش بعض الاشياء كيشوفوها وما كيسولوش عليها، ولكن ملي كيقولوها لهم في التلفزيون كتبان في شي فضائيه ولا كاين شي كذاب يقول لي ما غير فيها وفيها وفيها، عاد كيبداو يسولوا عليها. الجرجير، شنو هو الجرجير بالمغربيه؟ وفي كينوض هذا الجرجير؟ ما عندناش جرجير في المغرب، عندنا في بلاصه حب رشاد، هنا الجرجير ما كاينش. واش بغيتو نجيبوه من مصر باش نعالجو الناس في المغرب؟ لا يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا الى العلاج والتداوي بما تنبت البلد اللي تساكن فيه. حتى الجينزين انا ما كناخذوش، انا اولى باش نشري الجينزين ياك، لاني عارف اجي ما كنشريش، لان الجين خلق الله في كوريا وفي الصين. احنا خلق عندنا الله الدرقه الهنديه، ناكلوا الدرقه الهنديه. والناس كيبقاو العيالات يشوفوا الفضائيات ويشوفوا الاطباء، هادو في دوك الفضائيات كيقول لهم نبات البروكولي، نبات البروكولي يقي من السرطان ويحفظ القولون والعشين. ما المغاربه ما كياكلوش البروكولي، كياكلوا الرجله وكياكلوا الخبيزه والسكوم ديزاسبيرج، كياكلوا الخرشف، والخرشوف سبعات المرات احسن من البروكولي. نعم، والسكوم ليزاسبيرج سبعات المرات احسن من البروكولي، والرجله 11 مره. ياك تقول الرجله كتعرفوا ياك، الرجله 11 مره احسن من البروكولي، ومع ذلك العيالات عاد كيسمعوا شي حاجه وكيبقاو يتهاب. كتعمروا العباد الله جيوبهم بالجهل ديالكم، كيضحكوا عليكم. صافي، راه المغاربه كيعرفوا يعيشوا. الرجله هنا عندنا حنا في الشاويه، الرجله كاينه في المغرب كله. مشيت للعوامره لقيت الرجله كيحشوها يحطوها تما في الحدود هذا وكياكلوها البهيم. علينا ما دايرين المبيدات، طبعا المخص الحقل ما يكونش في المبيدات باش ترجل. الرجله فيها مكونات لا توجد الا فيها، وهي كتكال خضراء، لافونتاج ديالها كتكال خضراء، وهي القنبله الانزيميه ليزانزيم اللي كتاكلها كتهضم وكتزيد في الامتصاص وكتحيد الانيمي وكتحيد الغازات وكدير كل شيء في الجسم. حمض الاوميغا 3 بلا ما تشريو كبسولات، حمض الاوميغا 3 غالين. اللي كياكل السمك بلا ما يشري كبسولات الاوميغا 3، السمك اللي كياكل السمك يوميا ما يمرضش لا امراض القلب ولا سرطان ولا اللي كياكل السمك ولكن ماشي مقلي، سمك طيب طاجين ولا شربه كيتطحن يطيب ويتطحن مع الخضار ويشرب. كاين حساء السمك وكاين سماء طيب في الطاجين ولا مشوي في الفران، المهم ما يكونش مقلي في الزيت. هذا كاين السمك وكاين القرقاع وزريعة الكتان والزنجلان، هذا السمسم، وكاين اللوز البلدي، اللوز البلدي ديال اكنول ولا ديال سوس بحال بحال، وخا ديال اكنول حار مر شويه جيد هذا. وحتى اللوز هذا المشمش ما ترميوهاش، حتى اللوز هذا المشمش خلقها الله فيها حكمه، هي اللي فيها الاميغدالين ب فيتامين ب 17 اللي كتمنع السرطان، غير ما تاكلوش منها كثير. اللوزه ديال المشمش سبعه في اليوم كل وقت جوجات، ما تاكلوهمش دفعه واحده. نعود، سبعه حتى لتسعود في اليوم في اوقات مختلفه، ما تاكلوهمش مره واحده. الا قدرتوا عليهم راه مرين. انا الغريب، انا فين ما كان شي حاجه مره كناكلها وكنكثر منها، علاش؟ لان الله كما قلت لكم اللي كتكون شي حاجه جيده كيديرها الله مره، ولا كيدير لها اشواك، ولا كيدير لها صعبه بحال الترفاس غطس الله في التراب عام الرمله، بحال الزيتون مر، بحال السيدر مر، بحال هذه الاشياء اللي مره. بالعكس، الزيتون من الشجره للطاجين ما تقدروش ديروه، من الشجره كنجهزوا، من الشجره كنحطوه في الطاجين. هذاك الحليب ديالو ابيض مر ما تقدرش تاكل، هذاك هو العلاج ديال الزيتون. قد ما كان مر قد ما جيد للجسم، ملي كيحلى كيتضرب بالصودا ويحلى ما بقاش زيتون ولا تمن. هاد الاوميغا 3 علينا، هاد القضيه ديال ليبرتونسيون دياليز وامراض القلب والشرايين والنقرس، هادو كله اشياء جايه من الناس ما بقاوش كي ياخذوا هاد القضيه ديال الاوميغا 3. الاوميغا 3 كاين في زريعه الكتان وكاين في السانوج وكاين في الحب الرشاد، وكاين زايد معاه فيتوستروجينات اللي كاينين في حبه الحلاوه والنافع، ما بقاوش العيالات كيعجنوا بهم مع الاسف. كاين الكرويه ما بقاوش الناس كيطيبوا بها. كاين قزبر حبوب، كتشري قزبر حبوب كيوصلكم هنايا، هي عاليا هضرنا عليه بعدا مزيان، بعدا سمعتوا الخبر. قزبر حبوب هو ارقى التوابل، قزبر حبوب جيد للمالي السكري، كيسوي السكر وكيسوي الدوره الشهريه عند النساء. هذا قزبر حبوب كانت من المراه كتولد اش كيديروا لها؟ كيديروا لها الرفيسه بالحلبه والقصبر حبوب وحب رشاد باش يضبطوا لها الهرمونات بالسرعه، لان هي كانت ريبتير السيكل ديالها باش يعاود يرجع مزيان، وباش تزيد في الامتصاص لداخل باش تعاود الحديد اللي ضيعت في دم النفاس يعاود يرجع لها وتعاود المرض كاع. والحلبه كتزيد في الحليب، هي سماوها الحلبه لانها تدر الحليب، هي ممنوعه على المراه الحامل، ولكن المراه اللي والده خاصها الحلبه يوميا. راه ماشي يا عباد الله حتى تاكل المراه بزاف عاد ترضع، راه خطا. راه المراه ملي كتكون جيعانه في العروبيه كتشبع الولد اكثر من المراه اللي كتاكل النهار كله. الحليب ديال المراه راه ما كيجيش من الماكله اللي كتاكل المراه، هذاك الاطباء يكذبوا عليكم.
الله سبحانه وتعالى فضل الفواكه على الخضر. الاطباء يقول لكم الخضر مش مسلوقه، الخضره على الطبيب يقرا يقول لك خضره مسلوقه، علاش خضره مسلوقه؟ علاش ماشي طيبه دواز في زيت الزيتون؟ علاش مسلوقه؟ علاش مسلوقه؟ عشان علاش مسلوقه؟ سمعوا مسلوقه صافي مسلوقه، خضره طيبه بزيت الزيتون بلا لحم تقدروا ديروها، هي احسن وجبه، احسن وجبه خضره بزيت الزيتون طيبه في الطاجين وتغمسوها بالخبز وتاكلوها، احسن وجبه. جسم يبقى خفيف، ما يكون عنده لا غازات، ما يتقل، ما يعسر الهضم، ما شوف غير في رمضان ملي كتفطروا، ماشي انا، انا ملي كنفطر كنبقى جالس وكنمشي نصلي ما عندي حتى مشكل، انتوما لا، ملي كتفطروا كتبقى تهز المخده وتتكه تهز رجلك وتحول ودير، علاش؟ ما رضيتوش البار، رضيتوا البار راسكم ولا لا؟ ملي كتعمروا عن اخرها كتبداو تمرغوا، ردوا البال تفكروا في رمضان كتوليو في حرج، علاش؟ لان المعده عمرت وكتقلب على كيفاش تهضم ما عرفتش منين تبدا، ملي كتمشيو تصليو التراويح بدات هي الهضم كتبقاو تحركوا في الصفوف، كاين اللي صلى ركعتين، كاين اللي لحق ربعه، كاين اللي مشى حتى بقات لي جوج عاد يختم معاك، يعني كيبقى انا ماشي هذيك هي العباده. الله سبحانه وتعالى جعل رمضان للعباده، بالله عليكم لا تعشاوش، بالله عليكم لا تكثروش من الطياب، العيالات من ثلاثه وهي واقفه في المطبخ حتى للسبعه يحل الفطور، راه ماشي رمضان عباد الله، راه ماشي رمضان، راه ماشي رمضان، الحرب العالميه السابعه هذه عندكم انتم، اقراوا القران وديروا جلسات وريحوا روسكم وتفكروا الجار، فكروا والديكم، هذا هو رمضان، راه هو الكونجي ديالنا السنوي، نعبدوا فيه الله وكنشوفوا احبابنا، ابوا خلاص، يريحوا نفوسكم من الطبخ ومن الطيبوا حتى تبقى نص ساعه، عمري بالراد ديالتي الحريره راه غادا تكوني دورتيها، جلسي الارض ملي قبل ما ياذن ما تكونش الطابله فيها الاكل، ما تقدرش ديروا هادشي، ولكن يا ليت لو درتوا هادشي، لان الا كان الاكل غادي يود لنا غريزه، غريزه انت صايم، الا كان الاكل غادي غير يود تهجم على الطاوله، ما تكون حتى شي حاجه، ودير راه مكروهه في الدين، باش الصائم يبقى يشوف في الاكل، مكروهه، ما تكون والو على الطاوله، بحالي انايا، ما عندي والو في الطاوله، كنحط واحد الصحن فيه التمر وقرع عاد المحده، لكن اذن كناخذ التميرات، كل 9 17 32 كل اللي بغيتي، ما عادش مشكل. علاش ما قديت؟ كان كلو التمر نشربوا مع الماء، حيت الرسول كان الرطب التمر او الماء، حنا كنديروا التمر والماء، ماشي بالعكس زيد، كندير التمر والماء، كنصليو المغرب، عاد كنجيبوا داك الشيء اللي قسم الله من المطبخ. كنكون داك التمر والماء صافي، ديك الجشاعة وداك الخوف مشى، النفس اطمأنت، وذهب الظما، ياك، صافي وكتاكل تاكل براحتك. أي حاجة كلتيها نافعة، حريرة، بغريرة، خبز، حاجة تاكلها. حاولوا حاولوا ما امكن الفواكه، هذه الفواكه فايت الخضر بالانزيمات، لان كناكلوها خضراء ما كطيبش، ملي كناكلوا الحاجه خضراء طازجه نيئه باللغه العربيه، ملي كناكلوا الحاجه خضراء كتكون حيه فيها قوه ديال، ملي كنطيبوها كنضجوها على النار ماتت، صافي ماتت، بقاو فيها الكالوريات صافي، ملي كناكلوها حيه فيها الانزيمات وفيها عوامل النمو فيها كل شيء، هذا الشيء اللي خلق الله مازال فيها الانزيمات، ملي كناكلوا الحاجه خضراء كتحيي الجسم كيولي حي كيولي عنده قوه، طونيس كنسميوه يعني بالفرنسي، يعني الفواكه بالنسبه للنساء، يعني دائما النساء، علاش؟ لان النساء الجسم ديالهم مختلف على جسم الرجل فيما يخص الشحوم، العيالات عندهم الدهون اكثر من اللحم، الا كالوا اللحم كيتصابوا بالامراض اكثر من الرجال، هما المشكل اللي واقع دابا، هما اللي عندهم السرطان، ياك العيالات عندهم سرطان اكثر من الرجاله، العيالات عندهم بهجات اكثر من الرجاله، العيالات عندهم سكليروزون بلاك اكثر من الرجاله، العيالات عندهم لانيمي اكثر من الرجاله، العيالات عندهم هشاشه عظام اكثر من الرجاله، العيالات عندهم هشاشه الم المفاصل اكثر من الرجاله، غريبه القضيه، واحد الخبر الامريكي يلقاو بان بعض الادويه ما كدير والو للعيالات، ما دير والو للعيالات، هي كداوي الرجاله ما كداويش العيالات، لاسبيرين مكون لاسبيرين ما كيدير والو للعيالات، كيشربوه كيما شربوش، بالعكس هو كيهلكهم، يعني هذه غير بعض النتائج اللي لقاو، دابا الامريكيين مولوا واحد البحث باش يلقاو ادويه، الاف دي اي فود اند دراج ادمنستريشن مولت هذا البحث، عطاتو اموال كبيره باش يلقاو كل فئه العلاج ديالها المناسب، المراه، الرجل، الاعمار، الطفل، وحتى غادي يدخلوا فيه حتى الوسط الاجتماعي، لان اللي كي مثلا اللي كيخدم قاضي ماشي هو اللي كيبيع ويشري في الحانوت، طبعا لان الستريس اللي عاد هذاك الكونسنتراسيون عاد هذاك ماشي هو الاخر، ملي كيكون مثلا بوليسي واقف مثلا في الشارع ينظم المرور كيكون معصب 6 سوايع 7 سوايع،
طبعا ديك الحاله ديالو غادي تكون شويه الطلبه الجامعيين اللي كيحصلوا ماشي هما الفلاحه اللي كيخدموا في الحقل، الناس اللي كيخدموا في الصدور في هذيك ورشات التلحيم كيتعرضوا لهذوك الغازات ولهذه المسائل هذه يوميا، عقله ما كيخدمش ولكن الجسد ديالو كيمتص هذه الروائح. يعني خاص هذه الامور تؤخذ بعين الاعتبار، تؤخذ. كاين الخضاره دابا ولاو كيديروا سرطان البنكرياس وسرطان المخ. علاش؟ لان هذيك الخضر اللي كتجي هي مرشوشه بالمبيدات، ما كيغسلوش يديهم كيديهم كياكلوا بها ولا حاجه ولا يقيس شي حاجه، ولاو كياكلوا المبيدات ولاو كيديروا سرطان، خصوصا اللي كيربعوا اللي كيربطوا الربيع اللي كيبيعوا القزبر والمعدنوس والكرافس. هذو كيديروا سرطان البنكرياس وسرطان المخ. علاش؟ لان كاينين المبيدات الان اللي كيستعملوها بيديهم كيشموها، وكلهم عندهم الحساسيه، الخضاره كلهم ردوا لي من بال، الخضاره كلهم نيوفهم دايزين، كلهم عندهم الشحاحه، كلهم عندهم الحساسيه، لان يعني عندهم مبيدات، عندهم الخضر مرشوشه، عندهم الفواكه مرشوشه، عندهم الربيع مرشوش، وعندهم كل شيء. هذا المشكل توا خصنا نشوفوه بعين الاعتبار، ماشي نساو هذه المسائل هذه. علي هذه لوبيزيتي هي المرض رقم واحد. كاين الخضر، الفواكه، الخضر اللي عندكم انتم هي هذه ياك. كتمشيو للسوق كتقضيو هذه الربعه عاد تقلبوا على كاين شي حاجه اخرى ياك، كتقضيو بعدا بصله وماطيشه وبطاطا عاد تشوفوا لك كاين شي حاجه معاه. يعني هاد الثلاثه هادو هما اللي كيديروا العيالات على المفاصل والغازات في الامعاء. علاش؟ لان خاصكم تسولوا على الخضره ديال الموسم، الخضره ديال هذاك الوقت اللي دخلتوا فيه السوق. واش كاين الخضر البصله خضره بالورق؟ واش كاين الملوخيه؟ واش كاين القرعه السلاويه؟ واش كاين الخضره ديال الموسم ديال هذيك الساعه؟ لان يعني الناس في الصيف كياكلوا الخيز واللفت، ما كاينش خيز واللفت في الصيف. شهر 7 و8 و9 ما كاينش خيز واللفت، الله خلقهم دابا، خلقهم شهر 12 و1 و2 و3 دابا كاين الخيز واللفت. الخيز كتقولوا انتم جعده هذه باللغه الشماليه، هادو ما كاينينش في فصل الصيف. البطاطا الروميه ما كايناش في شهر 9 و10 و11 و12، يعني كيديروا الفريت لاولادهم كيقتلوهم. البطاطا الروميه هي عندكم هنا في العوامره في العريش، راه مع الفلاحه عندها الوقت ديالها اللي كيحفروا فيها. خصكم ديما تراعيوا الناموس الكوني. الناموس الكوني اللي خلق فيه الله سبحانه وتعالى واحد الحاجه هي اللي خصكم تستهلكوها. فصل الربيع، لا سموه فصل الربيع، فيه الربيع كلشي خضر، فيه النبات، فصل النبات. معنى فصل النبات ممنوع اللحوم، من اللي يدخل فصل الربيع تيخرج، ممنوع اللحوم، مسموح بالبلدي سايكوك، ممنوع اللحوم. علاش السايكوك؟ لان البقر كيبدا ياكل هذا الربيع وكيولي الحليب جيد والزبده جيده. لكن الناس كياكلوا اللحم فصل الربيع، وسميتو فصل الربيع وما كياكلوا اللحم، ما جاتش ياك. حاولوا ما امكن ما تاكلوش اللحم فصل الربيع، وتكثروا الخشاش ديال الارض. بالله شوفوا خشاش النساء، شوفوا بعدا عاش شعركم ووجهكم كي غيولي بعدا، شوفوا على البشره ديالكم كي غتولي، لان البشره كتعطيك حالات الجسم. النفسيه لك تنقلق كتبان على الوجه، الحاله المرضيه اللي كانت عندك عضويه كتبان على الوجه.